في سؤال تاني المحامين دايما مهتمين بي وبيسألوني عليه، هل يمنع المتهم في مثل هذه الجرائم من السفر؟ ها؟ يعني في ان انا احط مرتكب هذه الجريمة على قوائم الممنوعين من السفر، واللي بره احطهم على قوائم ترقب الوصول؟ ها انت رأيكم ايه؟ يمنع ولا ما يمنعش؟ طب هل لو في منع في اجراءات في مدد قانونية محددة؟ اعطى قانون مكافحة جرائم امن المعلومات صلاحية للنائب العام او من يفوضه من المحامين العام الاول بنيابة الاستئناف، وايضا لجهات التحقيق المختصة. اداهم ايه بقى؟ الحق في ايه؟ انه يأمر بمنع المتهم من السفر خارج البلاد او بوضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، ولكن بامر ايه؟ مسبب، ولمدة محددة، وذلك في حالتين. الحالتين دولت اذا توافرتا اذا همنعه من السفر او احطه على قوائم ايه؟ ترقب الوصول. مين اللي ليه الحق في ده؟ النائب العام او مين؟ او من يفوضه؟ محامين اول، الاستئناف، او جهات التحقيق الايه؟ المختص. الحالة الاولى ان يتم الادراج عند وجود حالة من حالات الضرورة. بص الحقيقة هنا انا لما جيت اشوف حالات الضرورة، ويمكن احنا كنا بنتكلم في المحاضرة اللي فاتت انا واستاذ حسين في وضع مصطلحات غير واضحة المعالم. يعني انا هنا المشرع قال لي حالات الضرورة، طب ايه هي حالات الضرورة؟ هل انا هقيس، يعني انا هتبع قياس حالات الضرورة العادية اللي موجودة في التعشيرات التانية، لان هي هنا مش محددة ايه هي حالات الضرورة بالضبط. فالاجتهاد هنا مطلوب من سيادتك في تحديد، او هذا النص يخضع للسلطة التقديرية للجهة التي تتخذ القرار بالمنع من الايه؟ من السفر. يبقى هو هنا انا سبت له السلطة التقديرية. طيب ده شيء محمود ولا مذموم؟ لا محمود. ليه؟ لان انا قلت لك في المحاضرة اللي فاتت ان التكنولوجيا تسبق الايه؟ القوانين، وكل يوم في تطور جديد في الجريمة وشكل الجريمة ونمط الجريمة، ويحتاج الى تطور تشريعي اخر ليلاحق ويواكب مثل هذه الايه؟ الجرائم. اثنين، الحالة الثانية يتم الإدراج سواء كان منع من السفر أو ترقب الوصول عند وجود أدلة كافية. الأدلة هنا هتكون أدلة إيه؟ وإيه شروطها اللي تستوفيها عشان أعتبرها صحيحة ولا لأ؟ هنتكلم فيها في النقطة الجاية. ولكن يتم الإدراج عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام، سواء في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو الشروع في ارتكابها. هو الجرائم دي فيها شروع؟ جرائم الإلكترونية فيها شروع؟ يعني أنت ينفع أن تشرع في جريمة إلكترونية؟ ها؟ هنتكلم في بند الشروع لما تيجي النقطة بتاعته. كل ده هنخلصه النهاردة. هل يجوز التظلم لمن صدر ضده أمر المنع؟ خلي بالك لأن المدد دي هتفيدك. هل يجوز التظلم لمن صدر ضده أمر المنع من السفر أو الإدراج في قوائم ترقب الوصول؟ آه طبعاً الإجابة صحيحة، ولكن يحق لمن صدر ضده الامر ان يتظلم فين؟ لازم تعرف ان هو يتظلم امام محكمه الجنايات الايه؟ المختصه. طب خلال قد ايه؟ 15 يوما من تاريخ علمه. يوم عرف هتعد 15 يوم، طالما انت عرفت في خلال ال 15 يوم دولت لازم حضرتك تيجي تعمل ايه؟ تتظلم. طيب مهم جدا المدد القانونية في منتهى الأهمية. فإذا رفض، يعني إذا رفض التظلم بتاعه، خلاص أنا رفضت التظلم بتاعك، ينفع تتظلم تاني؟ ينفع أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت. بص برضو زي ما أستاذ حسين قال لك المدد إيه؟ مهم. كلما انقضت 3 شهور 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. عدى 3 شهور من تاريخ الحكم، ليك الحق أن أنت تتظلم. طب خلال هذه الفترة تقدر تتظلم جوه ال3 شهور؟ لا، يبقى لازم تنقضي مدة 3 شهور من التظلم الايه؟ اللي فات. وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة معينة اللي هي دي
15 يوم لازم تفصل في التظلم ده خلال 15 يوم من تاريخ التقرير بيه، ولازم يكون بحكم مسبب بعد سماع أقوال المتظلم والنيابة العامة أو جهة التحقيق المختصة حسب الأحوال. طب هل في حالات بينتهي فيها قرار منع السفر؟ يعني لو المدة انقضت مثلا عن مدة معينة بيسقط فيها قرار منع السفر ولا لا؟ لو عدت سنة من تاريخ صدور الأمر بالإدراج على هذه القوائم يسقط الايه؟ المنع من السفر أو ترقب الوصول، أو لو قبل المدة دي صدر قرار بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، طلع قرار قال لك مفيش دعوة جنائية قائمة أصلا، يسقط الايه؟ الأمر بالمنع من السفر أو ترقب الوصول، أو لو صدر قرار نهائي بالبراءة في الجريمة محل الاتهام، ودي حاجة بديهية ايه؟ جدا في إن هي تكون سبب في هذا المنع.